شوفي خلص انا من رايي بشوف انه تدبروا له شيء شغله تكون قريبه من مصلحته. ليش في شغله قريبه من شغله تواصل لك؟ لا ناطور شيء ببنايه شيء كرم مثلا. ما بيضاين ما بيصبر ما بيقدر ينام برات البيت بلا مرت عمي. شفي خلص خلص خلونا جوا بالموضوع. يا عمي ابن نجيب ناطور بنايه ما بيمشي حاله بفركه بالليل انا اللي بعرفه. منحط له تخت التلفزيون بيقعد. ما بيقعد ما بيقعد اجباري بالليل بده يفركه لعند مرت عمي. شفي شبك شو قلنا؟ لا تجيبوا سيره امي خلوا امي برات الموضوع. يا ابو نجيب لازم تعرف انه التلفزيون ما بيغني عن الزوجه. شفي شو قلنا؟ قلنا الزوجه ما قلنا مرت عمي. طيب طيب اعملوا له استجمام شي جمعه زمان. وين؟ بهالزنطاري على البحر لذيذه. ما يا عمي ابو نجيب كانه انت ما بتعرف البيرو غطا. وين ما نبعته؟ ايه انا المصاري اللي معي ما بكفوا اجار طريق. بدك انا نعمل له استجمام على الارصفه بلا البحر يا اخي. خدوهم بالشام على شي مطعم اعملوا له عشوة يوم بعد يوم. بالعمالي اللي هو العمالي مو اقل من 500 ليره هذا عدد الزور. حيرتوني ها. طيب خذوه اعملوا له سيران ببلاش اطبخوا له بالبيت وخذوه على شي محل يتسلم. ما بنقدر ناخذه على محل فيه تجمعات. ليش بقى؟ بيعلقنا مع العالم، يا بيتحش مناخيره يا بيعمل معلق. انا كل شيء عندي اقتراحات قلت لكم اياها، اقترحوا انتوا بقى. انا عندي راي. شو هو؟ بنحطه ناطو. لك انتوا رح تجننوني قلت لكم انتوا لي لا. وبنحط مرت عمي معه. شري بعد التدقيق والتمحيص والتفكير والتحميص وبناء على اقتراح السيد شفيق دبور اطلعنا بهذا الاقتراح اللي قلنا لك عليه يا مدام بورا. معلوم شفيق دبول ام التنافس. معلوم مالك مصدق انت تتخلص مني؟ لا لا يا مرت عمي انا بدي اتخلص منك بالعكس تمام. بعدين ما حدا بيقدر اصلا يتخلص منك. انا كل هدفي اني اجمعكم سوا انت وعمي ممدوح. شفيق شفيق معه حق. اذا ما كنتي معي ما بقعد بالليل. بعدين بصير كل شوي شوي بدي شق عليكي. احسنت هذا اللي فكرنا فيه. هيك قولكم. ايه امي بنهار بتقعدوا هون وبالليل بتسهروا بالمحرس. ايه امي هيك احسن نرتاح من هم عمي ممدوح 16 ساعه بالليل عم يحرس وبنهار نايم. هم ليش انا صرت هم؟ ممدوح لا تزعل ما بتقصد شيء. غاده روحي قتل.